أعزائي المشاهدين، اليوم كنت قاعدة وبدي أعمل عشاء لخي ومحتارة شو بدي أعمل. طلعت فكرة براسي، فوت على البراد وشوف شو فيه، ما بدي أتكلف ولا بدي أفكر كتير ولا شيء. لقيت هاي البتنجانة، لقيت هاي دول البندورات، لقيت هاي فليفلة صغيرة، حبة نعنع. كونت فكرة وقلت يلا خلينا نخترع أي شيء وإن شاء الله يطلع معنا شيء ننبسط فيه. عشاء خفيف وطيب إن شاء الله حيكون. ما قلنا انه حنخترع الاكله، بعدنا ما يعني ما مكونينها من قبل او عاملينها من قبل. هلا معكم حجربها باذنجانه، اكيد حقليها بالزيت النباتي مثل ما قلنا زيت الزيتون مضر للقلي. عندنا بندوره 4 حبات صغار وسط، عندنا 3 بصلات وسط، عندنا 4 سنين ثوم، عندنا نعنع اخضر، حبق، او في دول عربيه بيقولوا له ريحان. عندنا هي فليفلة موجودة عندي، عندنا هون 1/4 معلقة بهار أسود، عندنا معلقة صغيرة ملح، عندنا معلقة صغيرة أو نص معلقة 7 بهارات، زيت زيتون تقريبا هيدا الكمية بالفنجان الصغير، وعندنا 1/4 معلقة فليفلة حمراء أو حر أحمر مطحون. اكيد حبلش بقلي الباذنجان وحاقلي حاعمل البصل جوانح، وكمان ححط ثوم. هيدي الخلطه او هي النكهه براسي بعد ما اتطبقت على الارض، انا ححاول جهدي اعملها. بسم الله نبدأ طبختنا. بنحط شوية زيت، وإذا نقص بعد شوي بنرجع نحط، بس المهم إنه ما نكتر زيت، زيت نباتي مثل ما قلنا. وهلأ بعد ما حمي الزيت بنسقط الباذنجان، ولازم يكون سخن الزيت مشان شو؟ مشان ياخد هاي الصدمة اللي قلت لكم عليها، إن كان مع اللحمة، إن كان مع الخضرة، إن كان مع البصل. بنسقط الباذنجان، نعمله تشويحة حتى ياخذ لون. وإذا لاحظتوا إنه ما كترنا زيت، ما قليناهم زيت وفير غني عشان ما يشرب زيت كتير. وأحبابي هيدا الباذنجان مفروض نملحه قبل ما نقليه عشان حتى يكب ميته وما يشرب زيت كتير. أحبابي بعد ما أخذ هيدا اللون لازم هلا نشيلهم ونسقط البصل. بسم الله. وهلا بنسقط البصل الجوانح. Thank you.
الحلوم الذهبي. لازم هلا نفقط الثوم بقى، بنوسع للثوم محل، ننزل الثوم، خليه كمان يتشوح شوي تيعطي نكهة الثوم لهيدا الزيت. هلا نفقط البهارات. أول شي بنبلش سبع بهارات، هاي التقلية مفيدة كثير، تقلية البهار، بهار أسود الحار، لمي بحب الحار، أنا ما كثرت لأنه ما كثير بحب الحار، هما كثير بحب الحار. هلا بعد ما تقلم منيح بننزل البندورة. وهي المرحلة استوى البندورة، أنا هيك بدي إياه، يعني إذا الصورة بتقدر تاخذ الحبة منا زايدة منا صارت، لا بالعكس كثير منيحة ومسكة حالها، هيك بدي إياه. هلا صار فيني نزل الباذنجان وأنا مرتاحة، الباذنجان مستوي أصلا لقلينا. بنحاول جدا ما نحركهم بشكل انه تنقص معنا قطعة الباذنجان، تضل مثل ما هي. وهلا بنرش ملح ومثل ما اتفقنا على طول بندوق بعدين. بهالمرحلة بننزل زيت الزيتون حتى مثل ما قلت لكم ما بيحمل درجة الحرارة العالية، ما بيصفى أصلا. وبنزل آخر شيء النعناع والحبق اللي فرمناه. وفليفلة حلوة حتى يضل لونه أخضر. ونشوف إذا كان بده ملح أو لا. خلصت طبختنا لليوم وان شاء الله تكون عجبتكم. هلا انا طعمتها لقيتها عسل، جربوا انتو ان شاء الله تحبوها. واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. مع تحياتي انا سينيو اولي.